وظفها لديه لإرضاء غرائزه. كني انتي ابغالك شلون جايبتي هنا تشتغلين عمود تجيبي لي بس شاي امي؟ قال لي انا مطيش راتب 600,000 على مود تجيبي لي شاي امي بس. تطورت الامور وفي احد الايام في نهايه الدوام وخروج الموظفين تحرش بهذه الموظفه. في يوم من الايام عرضت علي هواي فرص عمل. لقيت واحدة من هذه الفرص العمل بشركة تجارة ومقاولات عامة. أول ما قبلت هذه الوظيفة رحت قدمت عليها. بس تفاجأت إنه بسرعة انقبلت بهاي الوظيفة. كان الراتب زين والمرأة يعني بالشركة كلها زينة. طبيت بالشركة بعد ما تم موافقة علي طبيت ورحت اشتغلت بها. أول ما طبيت أول يوم تعرفت على بالشركة كان رجال كبير بالعمر. طلعت لقيت اكو بس وحدة اللي هي طباخة تشتغل بهذه الشركة. سألتها خالص عجب انه اكو راتب زين وماكو بنات يجون على هذه الوظيفة. قالت خالة يجون هواي بنات بس ما يعجبهم لا الراتب ولا الوقت. أنا تفاجأت انه انقبلت بسرعة وظليت بهذه الشركة. أول يوم دز علي المدير. رحت للمكتب مالته جبت له شاي. أول ما قدمت له شاي حسيت نظراته مشي. طيب يبالغ علي بنظرات غريبة عجيبة. وحسيت هاي النظرات مو راحة. ما ارتاحت له. فقام يضحك قال لي أنت شقد عمرك؟ أنت إيش تحتاجين؟ ما تحتاجين؟ أنا أوفر لك كل اللي تريديه. قلت له أني أشكرك بس أنا جاية على مود وظيفة وراتبي يكفيني. وضحت طلعت طلع هو من الشركة. ثاني يوم كرر نفس الموقف هم جبت له شاي قدمت له شاي. هم نفس الحالة إذا تحتاجين شيء تريدين أحد يصرف عليك أنت خوش بنية بعدك صغيرة أنت مرتبطة ما مرتبطة من هذا الكلام. أنا الرجال دلال عليه نظراته مو حلوة أبدا علي ويباوع هواي على جسمي. ما ارتاحت له. همين جبت شاي وتشفيت شغلي وكملت شغلي. ظلت الأيام تمر فيوم من الأيام صار عندنا شغل وظلينا مضطرين إنه نبقى لليل. وبهذا اليوم اللي بقينا متأخرين بالشغل كل الموظفين طلعوا. بقيت بس أنا ومدير الشركة موجودين بالشركة. بل أثناء هان دخل علي المدير. قال لي أنا أكثر من مرة فهمتك إن إذا أنت محتاجة شيء وأي شيء تحتاجي أنا أقدم لك إياه. أنا قلت له أستاذ أنا كل شيء ما أريد من عندك. أنا راتب كلش كافي علي. ما محتاجة أي شيء. قال لي أنت بعدك صغيرة. ومثل ما يقولون حلوة وشي. إذا أنت ما مرتبطة شكو بيها. أنا أحبك وأريدك. وظلي تحكي وتقرب من عندي. وبهالأثناء كمش إيدي قوي. خفت من عنده. ورا شوية حاول يبوسني. بعدين حاول يتحارش بيا ويكمش أي شي من جسمي. وأنا ما قبلت وفضلت من هذا الشي وخفت من عنده. أكثر من مرة حاول يتحارش بيا بأي طريقة. وأني أمنع بالأخير أني ضجت من عنده. وقمت أصيح عليه وقلت له أنا هذا الشيء ما أقبله، أنا إجيت على مود أشتغل. قال لي أنتِ عبالك أنا جايبتي هنا تشتغلين على مود تجيبي لي بس شاي أمي؟ قال لي أنا مطيش راتب 600,000 على مود تجيبي لي شاي أمي بس؟ أنا هنا انصدمت. من شو الراتب على مود شنو؟ على مود شرفي؟ هنا صارت عندي صدمة كبيرة. رأساً خذت غراضي وتركت العمل.